بالمحاضرتين سابقتين تناولنا مدخل لدراسة المنظمات الدولية من ناحية التطور التاريخي لنشوء المنظمات الدولية. أرجو المتابعة معي حول هذا الموضوع، لأن هذا موضوع مهم جدا. أشرنا إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة، بما في ذلك بين فقهاء القانون الدولي العراقيين، حول نشوء وتطور المنظمات الدولية. تتذكرون أن هناك فريقين، الفريق الأول يرى أن المنظمات الدولية نشأت في القرنين 18 و19 وحصلت على تطور هائل في القرن 20 ومن ثم تطورت إلى ما هي عليه الآن. أنا أختلف مع هذا الرأي، أميل إلى رأي فقهاء آخرين يشيرون إلى أن المنظمات الدولية نشأت أساساً في وقت سابق جداً على هذا التاريخ، حتى أنها ظهرت قبل الميلاد وتحديداً في القرون 3 و4 قبل الميلاد. الأغلب المفكرين المنظرين المتخصصين بتاريخ القانون الدولي، تاريخ العلاقات الدولية، يشيرون إلى أن المنظمات الدولية تأسست أساساً بين ما يسمى المدن الحكومات، تذكرون، وأساساً نشأت في حوض البحر الأبيض المتوسط، يعني في بلاد الإغريق وفي روما القديمة. تأسست هناك مدن حكومات وكانت على خلاف دائم لاقتسام الثروة، لاقتسام الأراضي إلى آخره، لحسم النزاعات. حدثت نزاعات بين هذه المدن، تتذكرون أننا أشرنا إلى أن بعض هذه المدن كانت تقع على الساحل، ساحل البحر الأبيض المتوسط، في حين المدن البعيدة كانت بعيدة عن الساحل وكانت بحاجة إلى منفذ. هذه المدن الحكومات كانت في نزاع دائم، في معارك دائمة للوصول إلى السواحل البحر الأبيض المتوسط، إلى سواحل البحار، لغرض المتاجرة مع البلدان الأخرى المتشاطئة، مع بلاد بابل، مع بلاد الهند إلى آخره. هذه النزاعات لا يمكن أن تدوم إلى ما لا نهاية، لا بد أن تتعايش هذه الشعوب. لذلك أخذت تبحث عن آليات لحسم هذه المنازعات، هذه النزاعات، هذه المعارك، وبالتالي نشأت المنظمات أو أساليب تنسيق ولو بشكل جنيني، لكنها نشأت في ذلك الحين ولحسم تلك النزاعات، وتطورت فيما بعد بالتدريج لتصل إلى ما هي عليه الآن. صحيح أن هذه المنظمات حصلت على قفزة نوعية في القرنين 19 والقرن 20، لكن تلك القفزات جاءت، أو هذه كانت نتيجة لتراكم كمي، لتراكم كمي من ناحية تطور المنظمة الدولية، أدى إلى تطور نوعي. التراكم الكمي كما هو تعلمون، يعني تتراكم التجارب الإنسانية لتحدث قفزة نوعية كما نحصل الآن، كما نرى الآن من ناحية ثورة الاتصالات وسبقتها الثورة التقنية التكنولوجية وإلى آخره. كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة الروابط بين الحضارات الإنسانية، بين الدول، بين مختلف المجتمعات، وما حوار الحضارات والعولمة إلى آخره، سواء يعني نتيجة لسلسلة طويلة من الأحداث التاريخية والتطورات التاريخية. إذن ما نشهده اليوم من منظمات هي أساساً منظمات كانت سابقة، ولكن بشكل شكلي، بشكل جنيني، أدى تطور البشرية الهائل إلى نضوجها بالشكل الذي نراه الآن. مادتنا لهذا اليوم هو أنواع المنظمات الدولية، وأرجو الكتابة لأنه يعني بشكل مكثف أنا حضرت لكم المادة. أنواع المنظمات الدولية، هناك معايير مختلفة لتصنيف المنظمات الدولية، هناك معايير، أسس، زوايا إن شئتم مختلفة لتصنيف المنظمات الدولية. فمن ناحية الأهداف التي تقوم بها المنظمة الدولية أو المنظمات الدولية،
من ناحية الأهداف التي تقوم بها المنظمات الدولية ممكن تقسيمها إلى منظمات عامة ومنظمات متخصصة ليست خاصة، لأن ما تخضع للقطاع الخاص المنظمات عادة. أما أن تكون منظمات عامة من ناحية الأهداف أو منظمات متخصصة. من ناحية نطاق العضوية، هناك منظمات عالمية ومنظمات إقليمية. من ناحية نطاق العضوية يعني أي الدول تحوي أو تقبل هذه المنظمة تضم هذه المنظمات، هناك منظمات عالمية ومنظمات إقليمية. هناك معيار آخر من حيث النشاط ومن حيث الأهداف التي يعني تروم التوصل إليها، أو عفواً من ناحية الوظيفة التي تقوم بها المنظمة الدولية أو المنظمات الدولية. من ناحية الوظيفة فهناك منظمات تشريعية ومنظمات تنفيذية ومنظمات قضائية. منظمات تشريعية من ناحية الوظائف، منظمات تشريعية، منظمات تنفيذية ومنظمات قضائية. الآن نأتي إلى هذه الأنواع بالتفصيل. وفق المعيار الأول من ناحية الأهداف، إذا تعددت أهداف المنظمة حين ذاك ممكن تصنيفها على أساس أنها منظمة عامة دولية عامة. إذا تعددت وتشعبت أهداف المنظمة فيمكن تصنيف تلك المنظمة على أنها منظمة عامة. تعرفون أن الكثير من المنظمات لها أهداف متعددة، أهداف سياسية، أهداف اجتماعية، أهداف اقتصادية، أهداف بما في ذلك في مجال العلم والتقنيات وإلى آخره. إذا ما تعددت وتشعبت أهداف تلك المنظمة فإنها تعتبر منظمة دولية. مثال على ذلك، الأمثلة كثيرة طبعا، ممكن من الأكبر ثم نتدرج إلى الأصغر. منظمة الأمم المتحدة تعتبر من المنظمات الدولية العامة لأن أهدافها مختلفة، يعني تضم في داخلها مختلف اللجان، مختلف الأجهزة التي يعني تحاول الوصول أو تحقيق أهداف سياسية واجتماعية واقتصادية، يعني متنوعة مختلف الأهداف. المعيار، أما المنظمات المتخصصة فهي تتخصص فقط للوصول إلى هدف معين، نشاطها يتركز أساساً للوصول إلى هدف معين، تسمى بشكل آخر الوكالات الدولية، وتسمى بشكل آخر بعبارة أخرى الوكالات الدولية المتخصصة، الوكالات الدولية المتخصصة. من بين المنظمات الدولية المتخصصة هناك منظمات اقتصادية متخصصة، أرجو التركيز على هذا التصنيف، منظمات اقتصادية متخصصة أهدافها اقتصادية أو أنها تؤسس تسمى على أساس الهدف. بالضبط على أساس الهدف، احنا قلنا من البداية على الهدف الذي تريد الوصول إليه أو تريد تحقيقه، يعني اقتصادية متخصصة هدفها اقتصادي للوصول إلى منفعة لتحقيق منفعة اقتصادية للدول التي تنضم أو المنضوية تحت لوائها. هناك أهداف اقتصادية أو لغرض التنمية الاقتصادية لمختلف الأعضاء، لغرض التنمية الاقتصادية لمختلف البلدان، مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الدولي للإنشاء والتعمير، هذا منظمة دولية هدفها أساساً الارتقاء بمستوى الإعمار الإنشاء والتعمير بالنسبة للدول المنضوية أو المنضمة إلى هذه المنظمة الدولية. هناك منظمة أخرى ممكن تكون، هناك منظمة أيضاً في مجال الاقتصاد اسمها المشاركة الدولية للفحم والحديد
والصلب، من ضمن المنظمات الاقتصادية التي تهدف أيضاً إلى الأعمار وإلى آخره هو صندوق النقد الدولي، منظمة الأوابك إلى آخره. هاي نماذج من المنظمات المتخصصة. هناك منظمات أهدافها تكون اجتماعية إنسانية اجتماعية، تسعى لمساعدة البلدان في الجانب الاجتماعي، منها منظمة الصحة العالمية كمثال، ومنظمة اليونسكو. هناك أيضا من المنظمات المتخصصة منظمة العمل الدولية، أساسا متخصصة بشؤون العمل والعمال وإلى آخره وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى منظمات علمية متخصصة تكون أهدافها فقط للتطور العلمي البحث، من ضمنها الأنواء الجوية، تطوير منظمات الطاقة وإلى آخره. هي عددها كبير جدا في مختلف بلدان أو تضم مختلف بلدان العالم. هناك منظمات متخصصة لتسهيل الاتصالات والمواصلات بين الدول، منها منظمة الطيران المدني الدولية، منظمة الإنماء للمواصلات السلكية واللاسلكية وإلى آخره من المنظمات. ودت الإشارة إلى تمييز بين المنظمات العامة والمنظمات المتخصصة. المنظمات الدولية العامة عادة ما تقبل بضم نطاق أوسع، وتقبل يعني الأعضاء مختلف الدول في عضويتها شريطة أن تتفق تلك الدول مع أهداف المنظمة الدولية ومع برنامجها ومع ميثاقها إلى آخره. أما المنظمات المتخصصة مثل ما تشوفون فهدفها أساسا لأنه ضيق، وبالتالي ربما يكون عدد المنظمة الدولية محدود، مثل منظمات الطاقة التي تعني بشؤون الطاقة والتطورات العلمية وإلى آخره، ليست جميع الدول بالضبط، عدد الأعضاء يكون قليل. ليش؟ لو نأخذ مثل نموذج من البلدان النامية، ليست جميع البلدان النامية وصلت إلى درجة من التطور بحيث تستطيع أن تشارك في هذه البلدان المنظمات الدولية المتخصصة. لذلك نرى أن المنظمات الدولية المتخصصة عادة ما يكون عددها محدود، أقل من تلك المنظمات العامة. قبل أن أنتقل إلى التصنيف أو المعيار الثاني في تصنيف المنظمات الدولية، وددت الإشارة إلى أن هناك تصنيف آخر غير موجود في المقررات، أرجو الانتباه إليه. ما أعرف لماذا لم يتم الانتباه له في من قبل زملائي يعني اللي كتبوا المقررات. هي منظمات ما بين حكومية، هذا تصنيف كتبوه، وغير حكومية. منظمات ما بين حكومية ما بين حكومية يعني بين الحكومات، ومنظمات غير حكومية. المنظمات ما بين حكومية هي حصريا تقبل على أساس الانتماء يعني عن طريق الحكومة، بين الحكومات تعقد اتفاق لإنشاء منظمة دولية، تعقد اتفاقية بين الحكومات حكومات الدول لإنشاء منظمة، هاي تسمى ما بين حكومية. ميزة هذه المنظمات إنها تمتلك صفة رسمية، تمتلك صفة رسمية وتسجل أساسا في المنظمات الدولية المعينية، مثل في هيئة الأمم المتحدة تسجل حتى يعني تحصل على الاعتراف، تسجل في منظمات دولية معنية مثل هيئة الأمم المتحدة ما بين حكومية. المنظمات غير الحكومية، المنظمات غير الحكومية النوع الآخر التصنيف الآخر، تتميز بكثرة عددها، بكثرة عددها خصوصا في الوقت الراهن. أهدافها عادة ما تكون أهداف إنسانية، أهدافها عادة ما تكون أهداف إنسانية، ومن أقول أنه هي غير رسمية لأنه لا تتدخل الحكومات في شؤونها، لا تتدخل الحكومات
في شؤونها، لأن لا تنشئها الحكومات، وبالتالي فهي لا تتدخل في شؤون تلك المنظمات. عددها كبير جدا، تتذكرون تعرفون يمكن أطباء بلا حدود، صحفيين بلا حدود، مراسلون بالنسبة للصحفيين مراسلون بلا حدود. لا هاي، لا هاي غير حكومي. العقد الدولي، هناك عقد، يعني تجتمع الحكومات توقع عقد دولي لغرض إنشاء منظمة دولية مثل منظمة الصحة والبيئة الدولية وإلى آخره في منطقة الشرق الأوسط، أو في إطار جامعة الدول العربية تشكل منظمات فرعية إلى آخره للقيام بمهمات معينة متقامة حكومية، حكومات تتفق. أما غير الحكومية فتلك منظمات تقوم عادة ما تقوم بين ربما النقابات، ربما على أساس اتفاق لمنظمات مجتمع مدني إلى آخره حتى يتوسع إطارها يصير دولي، فتنشأ مثل هذه المنظمات. يعني في الفترة الأخيرة حتى أنا سمعت أنه هناك منظمة دولية غير حكومية هي منظمة المحامين، المحامين يعني ممثلين عن المنظمات الوطنية، يعني عن نقابة المحامين الوطنية، ممثلين من مختلف الدول اجتمعوا لتشكيل منظمة غير حكومية تعني بالدفاع عنهم في المحافل الدولية وإلى آخره وإسماع صوتهم، ومن أجل تشكيل ربما الدفاع عن مصالح معينة لهذه الفئة أو تلك من الفئات. من حيث نطاق العضوية، وأود التنبيه إلى أن هذا التصنيف يحتمل الجدل، يعني هناك آراء مختلفة من ناحية التصنيف التالي وهو نطاق العضوية. هناك منظمات دولية عالمية، منظمات دولية عالمية ومنظمات إقليمية. المنظمات العالمية عادة ما تكون مفتوحة لجميع الدول. المنظمات الدولية العالمية عادة ما تكون مفتوحة، يعني عضويتها مفتوحة لجميع الدول. يعني الدولة تنضم إلى المنظمة وفق شروط يحددها ميثاق المنظمة ذاتها. يعني الدول تنضم إلى المنظمة المفتوحة العالمية وفق شروط محددة أساساً في ميثاق تلك المنظمات. فإذا ما اتفقت الدولة مع تلك المنظمة على الالتزام، الدولة تلتزم بما جاء في الميثاق، فإذن هي يكون الباب مفتوح بالنسبة لها لدخول هذه المنظمة أو تلك. يعني ليست هنالك صعوبات في انضمام الدول إلى المنظمات العالمية، لكن إمكانية العضوية لبعض المنظمات يعني تختلف من منظمة إلى أخرى. بعض المنظمات تسمح بمجرد إبداء الرأي، أن تبدأ الرأي، تكتب ربما أشبه ما يكون بالعريضة، أود الانضمام إلى هذه المنظمة، بالضبط طلب إلى المنظمة لغرض الانضمام إلى المنظمة. في حين بعض المنظمات العالمية ربما تضع شروط، من بين تلك الشروط مثل الالتزام بمواثيق معينة، الحفاظ على السلم العالمي، الالتزام بالحفظ الأمن. عفوا السؤال، صلاحياتها ليش محددة المنظمة العالمية؟ يعني يبدو لي ربما ميثاق هيئة المتحدة يقرر ذلك، لأنه إذا ما تنافت أهداف المنظمة مع المواثيق الدولية وخصوصا ميثاق هيئة المتحدة، فإذا هي تحدد المنظمة، تستطيع أن تحدد من صلاحيات تلك المنظمة. إذا ما تنافت أهداف المنظمة الدولية مع ما مقر في هيئة الأمم المتحدة من أهداف من مواثيق، فإذا لابد وأن تحدد، هو اللي يتحكم بالتأكيد بمواثيق الدولية واللوائح الدولية، هي التي تحدد يعني حتى كيفية نشاط هذه المنظمات. أنا حبيت أنوه إلى مسألة مهمة جدا بالنسبة إلى هذا المعيار، معيار عالمية أو إقليمية. أنا برأيي
أنه هذا المسألة مو جامدة إنما مرنة. بس هذا المعيار هو مرن وليس جامد. هناك بعض المنظمات الإقليمية جغرافيا، هناك بعض المنظمات الإقليمية من الناحية الجغرافية لكنها تكون مفتوحة لدول بعيدة ليست من دول الجوار الإقليمي. بعض المنظمات، الآن أتي للمثال، بعض أكرر، بعض المنظمات مع أنه ذات طابع إقليمي وحتى التسمية إقليمية لكنه تتدخل عوامل أخرى لجعلها لجعل نطاقها أوسع، ربما لكون العامل يتدخل العامل السياسي، ربما يتدخل عامل آخر وهو العامل الديني، الانتماء الديني، ربما الانتماء القومي يتدخل إلى آخره، فيجعل من هذه المنظمة أوسع. مثلا منظمة التعاون الإسلامي يمكن سامعين بها، اللي كان مقرها إلى فترة قريبة وأعتقد لا زال في اسطنبول في تركيا، منظمة المؤتمر الإسلامي من التسمية معروفة أنه تضم الدول الإسلامية يعني على أساس ديني، يعني الانتماء الديني إلى آخره، لكن هناك دول غير إسلامية مقبولة في هذه المنظمة، قبلت في البداية على شكل مراقب، دولة مراقب يعني ليس لها حق التصويت والمشاركة إلى آخره، لكن فيما بعد قبلت بشكل مراقب دائم العضوية. قبل فترة أعتقد السنة الماضية أو قبل السنة الماضية روسيا قبلت في منظمة التعاون الإسلامي، والآن لها ممثل لروسيا، ممثل دائم في هذه المنظمة. إذن هذا المعيار يعتبر معيار مرن، يعني المعيار الإقليمي. تعرفون أن روسيا ما تحادد الدول الإسلامية، لكنه لوجود نسبة مسلمين في روسيا 20% مسلمين، 20% مسلمين منهم، ولأن تتدخل العامل السياسي أيضا، سياسة روسيا على النطاق الدولي تتوسع وتحاول التوسع، إذن لابد وأن تستثمر أو تستغل أو تحاول أن تنشط من خلال هذه المنظمات اللي هي تبدو إقليمية أو تبدو مبنية على أساس ديني أو عرقي أو إلى آخره. اليوم في التفاتة من أحد الطلبة في الشعب الأخرى قال شيء آخر، أنه ربما، وأنا ممكن أتفق وأعتقد نتفق مع هذا الرأي، ربما لأن روسيا تنحاز إلى قضايا العالم الإسلامي خصوصا في حربه ضد، يعني في مجابهته مع إسرائيل، ربما سهلت أو سهل لها الدخول في هذه المنظمة الإسلامية أساسا، مع أنه روسيا هي غير دولة مسلمة، إضافة إلى عامل كون عامل آخر اللي أشرنا إليه وهو كون هناك نسبة كبيرة من المسلمين. وهناك يعني أيضا في النقاش في الشعب الأخرى هناك علاقات تقليدية يعني بين روسيا والمشرق العربي والمشرق الإسلامي، منها التجارة ومنها أيضا الحج لأن المسلمين يحجون إلى آخره، فلتسهيل هذه الصلات، لتسهيل هذه الأمور انضمت روسيا إلى هذه المنظمة الإقليمية. حتى أنا ليش قلت مرن، يعني لماذا يعني اتفقنا على أن هذا المفهوم مرن؟ لأنه لا يتمسك تماما بالعامل الجغرافي. الإسلام ما موجود فقط في منطقة الشرق الأوسط كدين، تعداه إلى دول حتى في جنوب شرق آسيا وفي القفقاز، جبال القوقاز. إذن لا يمكن اعتبار المعيار الإقليمي هو المعيار الوحيد لإنشاء المنظمات الدولية، قد تتداخل عدة يعني اعتبارات أخرى، من ضمنها القومي، من ضمنها الديني، من ضمنها التاريخي، من ضمنها تقاليد الشعوب إلى آخره، في كيفية الانضمام وتأسيس والنشاط في داخل المنظمات الدولية. وأعيد وأكرر بأنه هذه مسألة قابلة للنقاش، قابلة للجدل، هي غير يعني مرنة وليست جامدة مثل هذه التصنيفات، وبالتالي فتعتبر مفتوحة للنقاش. إذن معيار الإقليمية لا يعتبر جامد بهذا الشكل. المنظمات الدولية، الآن ننتقل إلى عمل المنظمات الدولية. الحلقة الأخرى هو عمل المنظمات الدولية، عمل المنظمات الدولية.
أنا أرجو أن يكون مفهومه تطرح هذا عمل المنظمات الدولية. أعتقد ننطلق من تعريف المنظمة الدولية لغرض تحليل مادة عمل المنظمات الإقليمية. بالضبط، المنظمة الإقليمية تعرف على أنها شخصية قانونية اعتبارية، هذا نصاً أرجو الالتزام به، يعني هذا مجمع عليه، هناك إجماع حول هذا التعريف. المنظمة الدولية تعرف على أنها شخصية قانونية اعتبارية قامت بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء، قامت بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء أو تحقيق أهداف مشتركة، أو تحقيق أهداف مشتركة. شخصية قانونية، أكرر، شخصية قانونية اعتبارية قامت بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء أو لتحقيق أهداف مشتركة. عمل أي منظمة دولية مهما كانت، عمل أي منظمة دولية يقوم على ركائز ثلاث. هذه الركائز لا يمكن أن يستقيم عمل أي منظمة دولية بدونها، هو أجهزة المنظمة الدولية، أجهزة المنظمة الدولية، ومن ثم ميزانية المنظمة الدولية. المنظمة الدولية لا يمكن أن تعيش بدون ميزان، لا يمكن أن تنشط، لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون وجود ميزانية، إضافة إلى العاملين في المنظمة الدولية، العاملين في المنظمة الدولية. ثلاث ركائز أكرر. الركيزة الأولى هي الجهاز، يعني المنظومة داخل المنظمة الدولية، منظومة المنظمة الدولية الداخلية، جهاز المنظمة الداخلية، وميزانية المنظمة الدولية، إضافة إلى العاملين في المنظمة الدولية من موظفين ومستخدمين والآخرين، ونأتي إلى ذلك بالتفصيل في لاحقا في وقت لاحق. في البداية أود الإشارة فيما يخص عمل المنظمة الدولية إلى أن المنظمات الدولية هي نشأت أساسا على أساس ما يسمى بالمؤتمرات الدولية، هي امتداد للمؤتمرات الدولية. المنظمات الدولية نشأت على أساس فكرة المؤتمرات الدولية. المؤتمرات الدولية كما تعلمون، كما هو معروف، كانت أساسا تعقد وتنتهي بنفس الفترة، ربما يوم يومين ثلاث إلى ثلاثة إلى آخره تنتهي. هذه الحالة، حالة عدم الاستمرارية، يعني أثبت أنه لا يمكن أن توصل أو تقوم بحل النزاعات الدولية بتقارب الشعوب، إحلال السلم بين الشعوب، مؤتمر دولي لا يمكن يحقق الأهداف المرجوة. وبالتالي كان لابد من الانتقال من مرحلة المؤتمرات، من حالة المؤتمرات اللي هي وقتية غير دائمة وليست دائمة، إلى الديمومة. والديمومة بالتأكيد تأتي من خلال تأسيس منظمات دولية دائمة، منظمات دولية دائمة. بالضبط، أحيانا تتأخر المؤتمرات في حين ينبغي أن تكون هناك، بالضبط، تكون هناك بواء أو تكون هناك علاج سابق، يعني قبل أن يقع الحدث. هاي مسألة مهمة جدا. مسألة أخرى لإنشاء يعني من ركائز أو مبررات نشوء المنظمات الدولية هو تشعب العلاقات الدولية، تطور الدول، تطور العلاقة الدولية. يعني إذا كان العالم سابقا قبل التأسيس عصبة الأمم وقبل الحرب العالمية الثانية وقبل أن تتحرر الشعوب من نير الاستعمار، إذا كانت هذه العالم يتألف من عدد محدود يعني من الدول، فالآن يعني تقرب من 200 دولة، يمكن 197 دولة، الدول الأعضاء المثبتة أو المسجلة في هيئة الأمم المتحدة. هذا الكم الهائل من الدول وزيادة الاتصالات وتعميق مفهوم العولمة وحوار الحضارات لابد وأن ينتج، أو لابد لتمشية أمور المجتمع الدولي والدول، من إنشاء يعني منظمات دائمة، آليات دائمة لغرض إقامة العلاقات. ولابد من وجود آلية أو آليات لغرض يعني تنظيم العلاقات بين الدول،
من إشاعة السلم العالمي، الأمن العالمي إلى آخره، من هنا فنشأت وتزايدت المنظمات الدولية وأصبح لها دور ملموس في يعني في الحياة الدولية. هناك شيء مهم جدا أود انتباهكم إليه، أثير انتباهكم إليه، وهو أعتقد إحنا في مرة سابقة تحدثنا عن هذا الشيء. هناك ما يسمى بمبدأ المساواة بين الدول، مبدأ المساواة. هذا المبدأ كثيرا ما يخرق خصوصا في مسألة التمثيل الدولي. حتى هيئة الأمم المتحدة التي يتجلى فيها أو ينبغي أن يتجلى فيها مبدأ المساواة يخرق هذا المبدأ. أحد الأجهزة الرئيسية في هيئة الأمم المتحدة اللي هو مجلس الأمن يتألف من كم عضو؟ من 15 بالضبط، خمسة أعضاء دائمين وعشرة يعني موقتين، دول يتبدلون باستمرار. هذا يعتبر خرق لأن مو كل الدول هم ممثلين كلهم في الهيئة العامة، لكنه في مجلس الأمن اللي هو بيده مفتاح يعني هيئة الأمم المتحدة القرارات الدولية، الدول ليس جميعها ممثلة، وإنما العضوية تقتصر على الدول العظمى الخمس، دائمة العضوية يسموها، تعرفونها، اللي تمتلك حق الفيتو. إضافة إلى 10 دول، أساساً 10 دول هاي أضيفت حتى شنو؟ يعوضون الدول بالضبط اللي ما عندها مقعد دائم في الأمم المتحدة، اللي تضررت من مبدأ من الإساءة لمبدأ المساواة، خرق مبدأ المساواة. هذا الخرق أو هاي عدم المساواة كانت موجودة على الدوام، لكن أحياناً يسمى، هو قد يبدو ممتع يعني حتى سماع الكلمة، خرق مشروع. كيف يتلاقى الضدان؟ يعني هم خرق وهم مشروع، كيف نمنح مشروعية للخرق، خرق الدولي، أن تخرق لكنه خرق مشروع. أعيدكم إلى التاريخ حول هاي النقطة بالذات، يعني تاريخ العلاقات الدولية، تاريخ المنظمات الدولية. تعلمون أن هناك دولة عظمى كانت سابقاً اسمها الاتحاد السوفيتي. هناك معادلة في المنظمات الدولية تقول دولة واحدة عضو واحد، يعني ممثل واحد، يعني كل دولة تمتلك مقعد واحد في هيئة الأمم المتحدة، لكنه الاتحاد السوفيتي امتلك 3 مقاعد. تتذكرون أو ما تعرفون هاي الحقيقة أكيد، لأن في الشعب الأخرى لأنه أصغر من عندكم سنًا هم الجماعة النهاري فما عرفوا هاي الشغلة، امتلك 3 مقاعد. ألا يعتبر هذا خرق لمبدأ المساواة أنه دولة واحدة كبرى تمتلك 3 مقاعد في حين دول محروم مثل في العالم الثالث من أي، أو يعني خصوصا الدول اللي مو دائمة العضوية لآخرين. هاي الحالة، لكنه مبرر هذا الخرق، خرق مبدأ المساواة بهاي الحالة مبرر. منين اجت 3 مقاعد؟ الاتحاد السوفيتي مثل ما تعرفون دولة فيدرالية تضم 15 دولة، 15 جمهورية في داخلها، بين إقليم وجمهورية وجمهورية ذات حكم ذاتي، يعني مختلفة وضعها القانوني، الوضعية القانونية لكل طرف في الفيدرالية يختلف، منهم إقليم ومقاطعة وجمهورية، لكنه المقاطعات والأقاليم داخل جمهوريات مو يعتبرون الآن يعتبرون منفصلين. أيام الاتحاد السوفيتي كانوا داخل جمهوريات، جمهورية روسيا عندها عدة مقاطعات لها نفسها فيدرالية، يعني فيدرالية داخل فيدرالية، تسمى الدولة المعقدة من ناحية الشكل، دولة معقدة. 15 جمهورية كلها تألف دولة، لكن كانوا ممثلين في 3 مقاعد في هيئة الأمم المتحدة. ليش هذا الخرق؟ عندما احتلت الجيوش النازية الهتلرية في الحرب العالمية الثانية الاتحاد السوفيتي، أكثر في العالم، أكثر المناطق تضررت من الهجوم هي 3 جمهوريات أو جمهوريتان، الجمهورية أوكرانيا تعرفونها، يمكن جمهورية أوكرانيا وجمهورية بيلاروسيا، لأنه كانت على الحدود فالقوات دخلت لها، أحدثت إبادة جماعية للناس، يعني الأفران اللي تسمعون يمكن عن الأفران، اللي أفران الغاز، كان الناس يعني أطفال ونساء والآخر، موجودة آثار لحد الآن اللي يروح يقدر يطلع عليها، أي فكان النازيين يدخلون الناس في أفران للغاز، يعني يبادون بواسطة الغاز،
مقاطعات كاملة يعني مدن يدخلون المدينة كل أهلها يعني تباد. تعويض معنوي من قبل المنظمة الدولية لهذه الجمهوريات أو لهذه المناطق اللي هي ضمن الاتحاد السوفيتي منحوهم مكافأة لهم أو تعويض لأهاليهم بالضبط، منحوهم مقعدين يعني مقعد أساس الاتحاد السوفيتي اللي هو جامع ومقعدين للجمهوريات، بحيث دولة واحدة كانت تصوت ثلاث أصوات، يعني لها ثلاث أصوات في الأمم المتحدة. هاي يسمى من ضمن الخرق المبرر أو الخرق المشروع، لكنه أحيانا الخرق تتدخل به مسائل أخرى قد تبدو غير مشروعة، وهي ربما الدولة ما تمتلك إمكانية مادية تستطيع أن تفرض شروطها، كما هو موجود في صندوق النقد الدولي أعتقد لكل عضو كم صوت؟ 250 صوت، لكنه يضاف لكل عضو يدفع أكثر صوت إضافي. مثل تدفع 100,000 زيادة تستلم صوت، تدفع 200,000 تستلم صوتين إضافية، بحيث يصير عندك 251 252 صوت إلى آخر، وفق معادلتهم الرياضية الموجودة هاي اقتصادية لتنمية اقتصادية. لكن مع ذلك يعني ربما أكيد شيء آخر، وفي دولة صغيرة جدا لكن بحكم إمكانيتها المادية في المنظمات غير الحكومية، يعني مو حكومية، احنا تناولنا هساكم منظمات حكومية وكغير حكومية، مثل في المنظمات الرياضية الدولية أي دولة جارتنا صغيرة جدا لكنه تتلاع قطر من خلال الدفع، من خلال زيادة رأس مال تلك المنظمات غير الحكومية تستطيع أن تفرض شروطها على هذه المنظمة أو تلك، مو بالضرورة أن يكون الهدف شريف يعني من الدولة، شايف تستطيع التلاعب، ونحن لدينا شواهد في يعني في حياتنا المعاصرة. إذن أقول أكرر أنه هناك مبدأ عدم مبدأ المساواة الذي يخرق أحيانا بشكل مشروع، مثل كأن تكافئ الدولة، وأحيانا بشكل غير مشروع نتيجة لإمكانية الدولة وقدراتها الاقتصادية. احنا قلنا تطرقنا الى مسألة انه بعض الدول تمتلك حق نقض القرارات الدولية، يعني بالوقوف ربما ضد الاجماع الدولي. خمسة اعضاء دائمي العضوية مثل ما تعرفون، خمسة اعضاء دائمو العضوية في مجلس الامن يمتلكون حق النقض، اذا ربما اربعة يوافقون على قرار دولة واحدة تستخدم بالضبط تستخدم الفيتو حق النقض لغرض إلغاء ربما تكون مقررات هامة ومقررات يعني يتوقف عليها مصير البشرية. بالتأكيد احنا قلنا من ركائز المنظمات الدولية، احد ركائز دولية هي أجهزة المنظمات الدولية، أجهزة المنظمات الدولية، والآن هو فقرتنا التالية أجهزة المنظمات الدولية. يعني من حيث المبدأ، وعادة ما يكون للمنظمة الدولية كم جهاز؟ ثلاثة أجهزة رئيسية، ثلاثة أجهزة رئيسية، لكن هذه ليست قاعدة ثابتة، هناك من المنظمات ما تؤلف جهاز، تضيف جهاز إضافي لغرض الوصول إلى الأهداف، عندما ترى أن أهدافها لا يمكن أن تتحقق بمساعدة هذه الأجهزة الثلاثة، فهي تزيد تؤلف أما جهاز أو تشكيلات فرعية أو لجان إلى آخره لغرض تمشية الأمور، لغرض الوصول إلى أهداف المنظمة الدولية. أود القول أيضا إلى أن الأجهزة الدولية، جهاز المنظمة الدولية، اختصاصات جهاز المنظمة الدولية، وكل ما يتعلق بهذا الجهاز تتضمنه أي وثيقة؟ ميثاق، بالضبط ميثاق المنظمة الدولية، ميثاق المنظمة الدولية. إذن بالتسلسل لدينا الجهاز الرئيسي الأكبر، الجهاز الرئيسي للمنظمة الدولية له تسميات مختلفة، يسمى الهيئة العامة، الجمعية العامة، المؤتمر العام، المجلس إلى آخره، يعني تسميات مختلفة لكن لا تغير من جوهر هذا
جهاز بالضبط. يتألف هذا الجهاز من جميع أعضاء المنظمة الدولية. هذا الجهاز الأرأس، الجهاز الرئيسي، يتألف من جميع أعضاء المنظمة الدولية، ويكون التمثيل فيه بشكل متساوي، لكنه باستثناء بعض الاستثناءات التي يكون فيها يخرق هذا التمثيل مثل ما أسلفنا قبل قليل. هناك معادلة أرجو الانتباه إليها باعتباركم حقوقيين ويعني مصطلحات قانونية، تقول دولة واحدة صوت واحد، يعني هم يكتبون التساوي طبعا علامة مساواة، دولة واحدة صوت واحد، لكن كما قلت أنه في بعض المنظمات الدولية اللي ربما للضرورة أو ربما للحاجات الإنسانية قد يخرق هذا المبدأ المساواة بحيث تكون دولة واحدة ثلاثة أصوات، مثل ما احنا أسلفنا قبل قليل حول مثال الاتحاد السوفيتي. لا لا، انهارت الاتحاد السوفيتي، انهار، وبالتالي بعد البيرسترويكر، البيرسترويكر تسمى غرباتشوف، غرباتشوف إعادة بناء اللي أي، لكنه هي صحيح هاي الأصوات ثلاثة راحت، لكنه نشأت كم دولة، كم جمهورية مستقلة؟ 15 جمهورية، وكل جمهورية صوت في الأمم المتحدة، يعني راحت ثلاثة أصوات ونشأت. ومن خلال ربما هذا الشيء خارج قليلا عن الموضوع لكن لا بأس، التحسويت حاليا يحاول إعادة بالضبط علاقات تاريخية وإلى آخره، فعندهم شبه تكتل داخل هيئة المتحدة، لازلنا في إطار منظمات دولية، شبه تكتل للجمهوريات السابقة السابق، وخصوصا الدول القريبة جدا من ضمنها روسيا، كازاخستان، وأوزبكستان، الدول المسلمة يعني أوزبكستان، طاجكستان، هاي المحايل عندها حدود مع أفغانستان، هاي تحاول نتيجة أحيانا لضعف هذه الدول، دول مثل كازاخستان، مثل أوزبكستان وطاجكستان، دول معدمة أساسا، دول فقيرة إلى درجة، وأوزبكستان وطاجكستان إلى درجة، طاجكستان وأوزبكستان، فمن خلال يعني التقارب بما في ذلك من خلال المنظمات الإقليمية تحاول الاحتماء بيش بالدول الأكبر، وهي الدولة الكبرى العظمى في هذه المنطقة هي روسيا، لأن احتفظ بالسلاح النووي واقتصاديا أيضا تتمكن بالضبط الطاقة، وهم شيء أساسية هذه المسائل، الطاقة يعني لابد أن تحتاج يعني تحتمي بما في ذلك من خلال انضمامها إلى المنظمات الإقليمية لغرض مساعدة نفسها. بس من ضمن هذه الجمهوريات السابقة من أخذ ينضم أو يطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي؟ الناتو من ضمن هاي الجمهوريات، لكن الأغلبية تحاول أن تدخل في اتحاد، عندهم الآن اتحاد يمكن تعرفون من ضمن المنظمات الدولية معترف بها، الاتحاد الجمركي، اتحاد الجمركي اللي يضم أساساً روسيا، والدولة الاتحادية اللي وياها ويا روسيا انضمت، ما مو اندماج وإنما دولة اتحادية يشكلون على المستوى العالمي، هي بيلاروسيا باعتبارها أقرب جمهورية، إضافة إلى كازاخستان، إضافة إلى تركمانستان إلى آخره، وأوزبكستان وطاجكستان، ألفوا قبل فترة يمكن قبل سنتين ثلاثة الاتحاد الجمركي كمنظمة إقليمية هدفها الوصول إلى يعني مساعدة هاي الدول الفقيرة ولغرض التكامل الاقتصادي بين الدول. المهم بيلاروسيا بيلا أبيض، روسيا بيضاء، روسيا البيضاء، بيلاروسيا البيلو يعني ترجمته أبيض بيضاء، بيلاروسيا يعني روسيا البيضاء بالترجمة العربية تكون، بس هي اسمها الرسمي مسجلة في الأمم المتحدة بيلو روسيا، جمهورية بيلاروسيا. بالحقيقة الآن ننتقل إلى اختصاصات هذا الجهاز الرئيسي، وهذا مهم، موضوع مهم جدا، اختصاصات الجهاز الرئيسي في المنظمة الدولية. مناقشة كافة أمور المنظمة الدولية الاقتصادية، مناقشة كافة أمور المنظمة الدولية بما في ذلك الأمور الخاصة بالأجهزة، أجهزة المنظمة، مناقشة
كافة أمور المنظمة الدولية بما في ذلك الأمور الخاصة بالأجهزة الفرعية للمنظمة. هذا الاختصاص من ضمن الاختصاصات المهمة جدا. متى تنص على ذلك المادة العاشرة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة؟ تنص على ذلك المادة العاشرة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة أنه هذا الجهاز الرئيسي من حق التدخل في عمل الأجهزة الأخرى ومناقشتها وإلى آخره مناقشتها، لأن هي تشرف أساسا. والمادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية بنفس الخصوص نفس المنحة. المادة الثالثة كمثال، اكتبوا هاي المواد حتى ربما تراجعوها. المادة الثالثة من ميثاق جامعة الدول العربية. ثانيا، تحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية، تحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية الأخرى، يعني بين المنظمة الدولية والهيئات الدولية الأخرى لكفالة الأمن والسلم الدوليين، لكفالة الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى ذلك تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول، تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول. أود الإشارة بهذا الخصوص إلى أن هذا الجهاز يسير أمور المنظمة الدولية، هذا الرئيس يسير أمور المنظمة الدولية بنفسه، أما هو بنفسه أو من خلال أجهزة فرعية. هذا الجهاز الأرأس في المنظمة الدولية يسير أمور المنظمة الدولية بنفسه أو من خلال لجانه فروعه فروع هذا الجهاز إلى آخره. يعني يستطيع تخويل بعض الصلاحيات أو الكثير، نقول الكثير من الصلاحيات إلى فروعه. هذا الجهاز جهاز الأرأس الرئيسي يستطيع تخويل بعض فروعه لجانه إلى آخره لتسير الكثير من الأمور، عدا مسائل ثلاثة لا يمكن أن تكون موضوعاً للتخويل، عدا مسائل ثلاث لا يمكن أن تكون موضوعاً للتخويل، يعني لا تخضع للتخويل. هي انتخاب، هي السياسة العامة، رسم السياسة العامة للمنظمة، رسم السياسة العامة للمنظمة، وانتخاب الأمين العام للهيئة الأمم المتحدة، وإقرار الميزانية، ميزانية المنظمة. ثلاث مسائل لا يمكن أن تكون موضوعاً للتخويل. ثلاثة اختصاصات. بالإضافة مهمة جدا هاي، إضافة إلى إجراء تعديل على الميثاق لا يمكن، هاي أعتقد تدخل ضمن رسم السياسة، من ضمنها إجراء تعديلات على الميثاق لا يمكن أن تكون، ولا يمكن أن تجرى إجراءات على الميثاق يعني أن تكون من اختصاص اللجان الفرعية أو فروع الجهاز الرئيسي في المنظمة الدولية. من المميزات المهمة جدا أن هذا الجهاز لا ينعقد بصورة مستمرة، هذا الجهاز الرئيسي لا ينعقد بصورة مستمرة، إنما يعمل بنظام الدورات، إنما يعمل بنظام الدورات، أي دورة سنوية. طبعا عدد الدورات يثبت في ميثاق المنظمة ويختلف من منظمة إلى أخرى، عدد المنظمات يثبت في ميثاق المنظمة ويختلف من منظمة إلى أخرى. أعتقد الجميع يعرف أنه هيئة الأمم المتحدة لها كم دورة بالسنة؟ دورة واحدة. هيئة الأمم المتحدة لها دورة سنوية كل سنة تعقد، كل سنة تعقد، لكنه منظمة الوحدة الأفريقية كمنظمة إقليمية كل ست أشهر، يعني بالسنة دورتين عندهم، بالسنة دورتين. أكو بعض المنظمات الدولية كل ثلاث سنوات تعقد، مثل الأغذية والزراعة الدولية، منظمة الأغذية والزراعة الدولية
كل 3 سنوات إلى آخره. هاي عدد الدورات يثبت في ميثاق المنظمة ذاتها. إضافة إلى الدورات الاعتيادية، يعني تستطيع المنظمة عقد دورات استثنائية حالة الضرورة، عند الضرورة. هم من عمل الجهاز. ها؟ هم من عمل الجهاز الرئيسي. بالتأكيد، بالتأكيد من عمل الجهاز الرئيسي. الجهاز الرئيسي يستطيع عمل دورات أو عقد دورات استثنائية عند الضرورة، وذلك بطلب من الأمين العام للمنظمة، الأمين العام للمنظمة، أو من ايش تتصورون؟ أو مجموعة من الدول الأعضاء، لأنه في الشعب الأخرى قالوا ممكن دولة واحدة تطلب، يعني مو عمليا أن دولة واحدة تطلب، وإنما مجموعة من الدول الأعضاء. مثلا أنتم تعرفون أنه في أكثر من مرة المجموعة العربية في هيئة المتحدة، يقصد بها المجموعة العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، يطلبون عقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان الإسرائيلي مثلا على فلسطين وإلى آخره، الحرب يعني بهذا الإطار. بالضبط، حول الوضع بسوريا بين فترة وأخرى المجموعة العربية تطلب جلسة وإلى آخره، مجموعة دول تتقدم باقتراح لعقد جلسة استثنائية. من المسائل المهمة التي ينبغي الإشارة إليها أن لكل منظمة دولية مكتب، لكل جهاز رئيسي، عفواً لكل جهاز رئيسي مكتب، لكل جهاز رئيسي مكتب. هذا المكتب عادة ما يتم ترأسه من رئيس المنظمة، رئيس الجهاز، بالإضافة إلى عضوية نوابة، وفي هيئة المتحدة رؤساء اللجان، هناك لجان دائمة، رؤساء اللجان الدائمة. المكتب يتألف من رئيس المنظمة، 13 وكيل إلى أعتقد رئيس 13 نائب، بالإضافة إلى رؤساء 7 لجان، هؤلاء يؤلفون المكتب. للهيئة العامة في كل منظمة نظام داخلي، هو يعتبر القانون الأساسي للهيئة، للهيئة العامة باعتبارها جهاز رئيسي نظام داخلي، يعتبر القانون الأساسي لترتيب الحياة الداخلية، هو أساسا النظام الداخلي يقر ويسن إلى آخره لغرض تمشية الأمور الداخلية للحياة الداخلية للمنظمة الدولية. الاجتماعات عادة ما تعقد في مقر المنظمة الدولية، عادة أقول المنظمات الدولية عادة ما تعقد في مقر المنظمة الدولية، لكنه من الممكن عقدها، من الممكن عقد هذه الاجتماعات في مكان آخر، وهذا ما يقرره الميثاق نفسه، وإضافة إلى تصويت الآخرين، يعني الجهاز نفسه هو يقرر، يصوتون على عقد الاجتماع في مكان آخر. هذا فيما يخص الجهاز الرئيسي الذي له ولاية كاملة على كامل المنظمة، على الأجهزة الأخرى إلى آخره. لكن هذا الجهاز لا يمكن أكرر، وهذا ربما نجي مرة أخرى في المقارنة بين الأجهزة، يضم فقط ممثلي الدول، يضم هذا الجهاز فقط ممثلي الدول، يضم ممثلي الدول في المنظمة الدولية. الجهاز الآخر هو الجهاز التنفيذي، الجهاز التنفيذي في المنظمة الدولية يقوم بوظائف على قدر كبير من الأهمية. هذا الجهاز، جهاز تنفيذي، يقوم بوظائف على قدر كبير من الأهمية، بخلاف الجهاز الرئيسي. هذا الجهاز التنفيذي يتألف من عدد محدود من الدول، بخلاف الجهاز الأول الرئيسي، هذا الجهاز يتألف أو يتكون من عدد محدود من الدول. العدد المحدود يساعد الجهاز في تنفيذ المهمات، لأنه كثرة العدد بالنسبة لجهاز تنفيذي معين راح تحوله من جهاز إلى نادي للنقاش، يعني راح النقاش والأخذ والرد إلى آخره. بالضبط، يعني تكثر الأعضاء
وبالتالي يصير ضجيج ويصير نقاش ويصير خلافات عادة، فتضيع يعني الأهداف، لا يمكن الوصول إلى أهداف واتخاذ مقررات وقرارات وتنفيذ شيء في حالة تحول هذا الجهاز إلى نادي أو ما يشبه النادي. وبالتالي فالجهاز يقتصر أو عضويته تقتصر على عدد محدود من الدول من الأعضاء. الجهاز التنفيذي يختلف عن الهيئة العامة بما يلي، أرجو التركيز على ذلك، أختصرتكم هذه المسألة. الجهاز التنفيذي يختلف عن الهيئة العامة بما يلي: أولا من ناحية التشكيل، ذاك الأول يتألف من جميع الدول، أما هذا من عدد محدود من الدول. الجهاز الرئيسي يتألف من عدد من كل الدول، من جميع الدول الأعضاء، أما الجهاز التنفيذي فيتألف من عدد محدود من الدول، عدد محدد. من حيث الاختصاصات، للجهاز الرئيسي ولاية عامة مثل ما أسلفنا على المنظمة بالكامل، في حين لدى هذا الجهاز اختصاصات محددة كذلك. من حيث الاختصاص، الجهاز الأول تكون له ولاية عامة، في حين لدى الجهاز التنفيذي اختصاصات محددة. من حيث نظام العمل، وهذا أشرنا إلى قبل قليل، هناك يعمل بنظام الدورات، يعني الجهاز العام الرئيسي يعمل بنظام الدورات، في حين هذا يتميز باستمرارية العمل، يعمل باستمرار، يعني يؤدي الوظائف اليومية للمنظمة، وبالتالي هذا يحتم عليه أن يكون يعني مستمر في العمل. واحدة من المشاكل اللي هاي دائما تواجهنا وتواجه المنظمات الدولية هو قضية التمثيل في هذا الجهاز، في الجهاز التنفيذي، قضية تمثيل الدول في الجهاز التنفيذي. كثيرا ما تشكو الدول الضعيفة من عدم تمثيلها في مثل هكذا جهاز من أجهزة المنظمة الدولية، لكن كأسلوب للتغلب على هذا الغبن، كأسلوب لإحلال مبدأ المساواة أو لتفعيل مبدأ المساواة ولو بشكل نسبي، إلى ماذا تلجأ المنظمة الدولية؟ زيادة عدد اللجان الفرعية، الأجهزة إلى آخره، لغرض تعويض الدول الضعيفة التي لا يمكنها أن تحتل مواقعها أو مواقع معينة في بعض أجهزة المنظمة الدولية. بالتأكيد المنظمات الدولية وهذه الأجهزة على قدر كبير من الأهمية، بدون نشاط هذه الأجهزة، هاي خلاصة طبعا، لا يمكن أن يستقيم أي عمل في المنظمات الدولية. نشاط هذه الأجهزة في تزايد مستمر، كلما تشعبت العلاقات الدولية، كلما زادت الدول المنضمة إلى هيئة المتحدة، كلما ازدادت هذه الأجهزة، ونحن الآن نشهد قفزة كبيرة جدا على مستوى العالم في عدد هذه الأجهزة نتيجة لتطور وتشعب وكثرة المنظمات الدولية.